إلى صحيفة الشروق الجزائرية في تصريحات مثيرة للجدل نقلتها الصحيفة، فإن وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط أيدت قرار معاقبة تلميذة في مدرسة الجزائر الدولية في العاصمة الفرنسية باريس بسبب صلاتها وسط ساحة المدرسة. كانت المدرسة طردت الفتاة ومنعت رسميا أداء الصلاة داخلها. نقلت الصحيفة عن المسؤولة الجزائرية أن الصلاة مكانها المنزل وليس في المؤسسات التعليمية، مشددة على أن المدرسة فعلت ما يجب القيام به، فيما رأى البعض أن تعليق الوزيرة صحيح وهو لمصلحة التلاميذ، فيما أشار آخرون إلى أن الصلاة ممكنة في كل مكان. نذكر أن الوزارة الجزائرية منعت في وقت سابق فتح غرف جديدة للصلاة داخل المؤسسات التربوية إلا بترخيص.